أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير المخلوقات محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الصف السادس، أحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. موضوع حصتنا لهذا اليوم هو حل أسئلة مراجعة الفعل الصحيح والفعل المعتل، وهذا ما تم أخذه في الأسبوع السابق. أهم شيء في الموضوع هو هذه الملحوظة الملونة باللون الأزرق عند الحكم، يعني عند الحكم على الفعل، هل هو صحيح أم معتل؟ هل هو صحيح أم معتل؟ يجب إعادته لجذره، يجب أن يعود إلى جذره. كيف؟ ولماذا؟ وما معنى جذره؟ الجذر يعني أن يكون الجذر معناه أن يكون الفعل أولاً ماضي، هذا شرط، والشرط الثاني إما أن يكون ثلاثي أو رباعي، قد يكون الجذر رباعي. إذن أعيد، الجذر معناه الماضي، حتى يكون الجذر يجب أن يكون ماضيا، ويجب أن يكون إما ثلاثيا أو رباعيا. ثلاثي أي متكون من ثلاثة أحرف، أو رباعي متكون من أربعة أحرف. انتبه، أعيد الملحوظة، عند الحكم على الفعل هل هو صحيح أم معتل، يجب إعادة الفعل لجذره، لماضيه الثلاثي أو ماضيه الرباعي. من خلال، طيب سؤال يطرح نفسه، كيف نعيد الفعل إلى جذره؟ من خلال إزالة أحرف الزيادة. إزالة بمعنى حذف أحرف الزيادة. كيف نحذف أحرف الزيادة وكيف نعرفها؟ نعرفها من خلال الكلمة التي اجتمعت فيها أحرف الزيادة. تجتمع في كلمة سألتمونيها زائد التضعيف، أحرف الزيادة هذه كلمة سألتمونيها زائد التضعيف. بمعنى آخر، لو جاء بالفعل استخرج وأراد لي أن أحكم عليه هل هو صحيح أم معتل، لا يحق ولا يجوز لي أن أحكم عليه بهذه الصورة. استخرج سداسي، يجب أن أعيده إلى جذره وهو الماضي الثلاثي، ثم بعد ذلك أحكم عليه. كيف نعيده؟ نزيل أحرف الزيادة وهي سألتمونيها. استخرج في الهمزة، همزة الوصل زيادة، والسين وهي من أحرف الزيادة كما ترون فهي زيادة، والتاء أيضا زيادة. إذن است تذهب ويبقى خرج. لماذا أبقينا خرج؟ لأنها لا توجد بأحرف زيادة، أيضا لأن خرج هي يعني جذر هذا الفعل، ولو حذفنا أي حرف منه لأدى ذلك إلى خلل في المعنى، طبعا مع العلم بأن هناك بعض الأحرف الزيادة تكون أصلية ببعض الأفعال لا نريد أن نسب بهذه. إذن أعيد، هذه ملحوظة مهمة جدا وهي أهم شيء في الموضوع. عندما أعطيك أفعالا وأريد منك الحكم عليها هل هي صحيحة أم معتلة، يجب أن تعيدها إلى جذرها، وذلك بإزالة أحرف الزيادة. إذن لنشرع بإجابات الكلمة، يعني الأسئلة. أولا السؤال الأول يقول يعني ارجع إلى درس القراءة واستخرج منه الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. طبعا أنا عدت إلى نص القراءة وهو قصيدة ابتسم، ووجدت فيه الكثير من الأفعال، لكني اختصرت على ما هو بين أيديكم وما ترون على هذه الشاشة، وحاولت جاهدا أن أنوع في أمثلتي. أولا ابتسم، لاحظ أنني أضع الكلمة بين قوسين، أضع الكلمة بين قوسين وأعيدها إلى جذرها. دائما الجذر نعيده، نضعه بين قوسين ثم بعد ذلك نحكم عليه. ابتسم، لا يجوز لي أن أحكم على ابتسم بهذا الشكل، يجب أن أعيدها إلى جذرها فتعود إلى بسمة، وهو صحيح سالم. صحيح سالم لماذا؟ لأنه لا يحتوي على حرف علة وهو صحيح. وسالم لماذا؟ لأنه سلم من الهمزة ومن التضعيف. أيضا قال قولة، قال قولة، انتبه، قال قولة.
طبعا كل كما تعلمون أي ألف لا يمكن أن تكون أصلية في الكلمة، أي ألف لا يمكن أن تكون أصلية في الفعل، فهي إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء. وكنا نقول هاتوا المضارع ثم تبين معنى، يتبين معنى ما أصل الألف، فبالتالي قال مضارعها يقول، وبالتالي أصلها قولة، بينما سال يسيل مضارعها بالياء، إذن هي أصلها ياء، وبالتالي نعيدها إلى جذرها فهي قولة وهي معتل أجوف. لماذا معتل؟ لأنها احتوت على حرف العلة وهو الواو. لماذا أجوف؟ لأنه جاء في جوفه في وسطه، حرف العلة في وسطه. طيب المثال الثاني، يرجع من رجع وهي صحيح سالم، صحيح سالم كما ترون لا يوجد فيها حرف علة وهي سالمة من التضعيف والهمز. يكفي من كفيا وليس كفى، كفى لأنها يكفي مضارحة، إذن أصلها ياء، معتل ناقص. لماذا ناقص؟ لأنها احتوت على حرف علة وهو وقع في آخر الكلمة فهو معتل ناقص. وأيضا في المثال الثالث يقول نحب من حبة، حبة أي صحيح مضاعف، صحيح مضاعف. لماذا؟ لأنه يعني حبة طبعا جذوها حببة، جذوها حببة، نفك التضعيف فكا، ولم تزل أصلها زالة وهي معتل أجوف، وتجهم من جهمة جذرها جهمة وهي صحيح سالم، صحيح سالم، طبعا زيل هاي وليست زال، لازم جذوها يعني. طيب وأتراك من رأى وهي معتل ناقص، رأى معتل ناقص. طب ليقل أحدكم أن هنا احتوى الفعل على همزة واحتوى على يعني حرف علة، أن نقول هو مضاعف مهمود؟ لا، الصحيح هو الذي يكون مهموزا، وبالتالي إذا كان في حرف علة وكان في همز نهمل الهمزة ونتبع أنه معتل، أنه معتل. فضحك طبعا من ضحك وهي صحيح سالم، ولا هذه مشددة، من ولي جذوها ولي لها يولي وهي معتل، لفيف مفروق. لماذا لفيف مفروق؟ لأنها احتوت على حرفي علة وهما كما تشاهدون الواو والياء، وجاء في طرفي الفعل وتوسط بينهما اللام وهو حرف صحيح. جرعتني من جرعة وهي صحيح سالم، وبدت من بدوى وهي معتل ناقص، معتل ناقص. نأتي إلى السؤال الثاني، ماذا يقول السؤال الثاني؟ يقول السؤال الثاني استخرج الأفعال مما يأتي، استخرج الأفعال مما يأتي ثم صنفها إلى صحيحة ومعتلة. لا، أنا أضفت إلي أن أبين نوع هذه الأفعال. في المثال الأول يقول يعني الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هنا هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن سيدنا موسى وقصة سيدنا موسى. هنا في البداية أولا الأفعال الصحيحة هو الفعل الصحيح الوحيد الذي وجدته، وفي هذه الآية هو قص، وهو من جذوها قصص، وهو صحيح مضاعف. التضعيف هو إعادة أو تكرار الحرف مرتين يعني تلو بعضهما البعض. فجاءتهما أصلها جاءه، جاءته أصلها جاء وهي أصلها جيء، وبالتالي جيء معتل أجوف. لماذا معتل أجوف؟ لأنه احتوى على حرف علة. لماذا أجوف؟ لأنه في الوسط. أيضا في نفس المثال، في المثال نفسه تمشي من مشيا وهي معتل ناقص لأنه ياء جاءت في آخر الكلمة، وقال قالت قلنا أن جذرها قول وليس قال، لا يجوز أن تبقى الألف في الجذر فهي معتل أجوف. يدعوك دعوة وهي معتل ناقص. لماذا؟ لأنها جاءت في الآخر.
يجزيك من جزى معتل ناقص أيضا، سقيت من سقي معتل ناقص أيضا. لا تخف أصلها لا تخاف، وهي خاف من خوف. ما دليل أنها خاف من خوف؟ أن أحبتي أن كلمة خاف لو جاء أحدكم وقال طيب يا أستاذ مضارع خاف يخاف وليس يخوف. هنا بعض الأفعال مثل سعى وخاف لا يأتي أصل الألف في المضارع، لا يأتي أصل الألف ولا يبين أصل الألف المضارع، وبالتالي في هذه الحالة يجب أن نأتي بالمصدر خاف خوفا، سعى سعيا. إذا أصل الألف في خاف واو، وسعى أصلها ياء. هنا خاف خوفا، إذا خوف جذوها معتل أجوف. لماذا؟ لأنه في الوسط. نجوى معتل ناقص. باء في المثال الثاني ماذا يقول؟ في المثال الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يشكو الله من لا يشكو الناس، لا يشكو الله من لا يشكو الناس. هنا يشكو من شكر صحيح سالم. وأيضا قال نقول وصف الطالب الرحلة وصفا دقيقا، وصف طبعا هذه جذوها، يعني هذا الفعل هذا جذوه وهو وصف معتل مثال، مثال أي جاء حرف العلة في البداية. وسافر الحجاج إلى مكة، هنا سافر من سفر جذوها وهي صحيح سالم. وأيضا اعتنت الممرضة بالمريضة، اعتنت الممرضة بالمريضة، اعتنت من عناية وهي معتل ناقص. يصوم المسلمون رمضان، يعني أحيانا وإياكم إلى رمضان واجعلنا من قائمين الصائمين فيه التائبين. يصوم من صوم وهي معتل أجوف، معتل أجوف، يعني فعلها صام مضارعها يصوم، إذن أصل الألف واو. تأتي من أتي طبعا في جملة أو في بيت الشعر الذي يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وأخالكم من هؤلاء الكرام. تأتي من أتي وهي معتل ناقص. يقوم في جملة يقوم الطلبة احتراما للمعلم، وهذا ما تعودنا عليه. يقوم من قوم وهي معتل أجوب، معتل أجوب. لماذا أجوب؟ لأنه في الوسط حرف العلة. وأيضا في آخر المثال قبل الأخير رفع الصبي الورقة عن الأرض، رفع طبعا جذوها رفع وهي صحيح سالم. آخر مثال تسعى أختي إلى تحقيق طموحاتها بعزم وجد، حقق الله طموحاتكم. هنا تسعى من سعيا وهي معتل ناقص. لماذا؟ لأنها لاحظ أن المضارع لم يأتي بأصل الألف، فجئنا بالمصدر سعيا، لهذا عرفنا ما أصل الألف. انتبه إلى السؤال الثالث. ماذا يقول السؤال الثالث؟ وهذا أكثر وأورد الأسئلة في الامتحانات وأكثرها مجيئا. ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما يلي، يعني أنا نعطيك الفعل ثم نقول لك ميز هل هو صحيح أم معتل، وبين نوع هذا الصحيح وبين نوع هذا المعتل. ألقى أو يعني مثال أول ألقى وهي من لقي، وهي جذوها لقي معتل ناقص. لماذا ناقص؟ لأنه آخر حرف هو العلة. الثاني شد وهو من شد جذو أصلها شدد وهي صحيح مضاعف. لماذا مضاعف؟ لأنه تكرر في الحرف الدال. والثالث شرب طبعا هذا جذو وهو صحيح سالم. ووضع هذا جذو وهو معتل مثال. لماذا مثال؟ لأنه الحرف الأول مثال، أول مثال. والمثال الذي يليه طوى طبعا من طوية وهي معتل لفيف مقرون. لماذا لفيف مقرون؟ لفيف لأنه احتوى على حرفي علة. لماذا مقرون؟ لأن حرفي العلة اقترنا يعني بجانب بعضهما البعض. والمثال الآخر وهو أكل طبعا صحيح وهو لأنه لا يحتوي على حرف علة، ومهموز. لماذا؟ لأنه احتوى على همزة. أيضا صار يسير مضارعه، إذا سير جذوه وهو معتل أجوف.
والمثال الخامس قرأ لا قبل قرأ زعر زعر وهو الزئير صوت الأسد زعر هذا صحيح وهو صحيح مهموز صحيح مهموز أيضا نال نيل ينال أيضا هذا من الأفعال الذي لا يظهر مضارعه أصل الألف ينال نيلا المصدر نيل وهي معتل أجوف لأنه في الوسط لأن حرف العلة جاء في الوسط وأيضا رمى أين رمى 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 يجر وهو معتل ناقص لأنه آخر حرف علة ونجح طبعا صحيح سالم وقرأ صحيح محمود صحيح محمود انتبه إذا هذا السؤال الثالث قال لي ميز من الفعل الصحيح من الفعل المعتل قبل أن أميز أعدت الفعل أو جميع الأفعال إلى أصلها كما تشاهدون عدتها إلى جذرها أصلها جذرها أصلها اللغوي جذرها اللغوي ومادتها اللغوية السؤال الرابع ماذا يقول السؤال الرابع املأ الفراغ في الجمل الآتية بفعل صحيح أو معتل مناسب طبعا ليس بالشرط أن تستخدم ما استخدمته أنا في الأفعال لكن ما يؤدي المعنى نحن نريد ما يؤدي المعنى الرجل رزقه بالحلال طبعا كسب وهو صحيح سالم والثانية الفارس جواده امتطى والثالثة الثالثة العدو من ساحة المعركة طبعا فر والرابعة اللاعب الكرة نحو السلة رمى طبعا لا يجوز أن نقول ركل لأن الركل يكون بالقدم ولا يكون باليد وكرة السلة كما تعلمون تضرب باليد أنهى وآخر شيء أنهى وهي يعني هذا آخر شيء سامر دراسته الجامعية إذن هذا بالنسبة للقواعد والتركيب اللغوية يبقى لدينا الموضوع الثاني وهو إجابات وعلامات الترقيم أيها الأحبة كما تعلمون علامات الترقيم سهلة جدا وقد ما يعني تعلمتموها وهي هنا لم يذكر لي إلا فقط ثلاث علامات وهي النقطتان الرأسيتان وعلامة الاستفهام طبعا كما تعلمون النقطة تأتي في آخر كل فقرة وآخر الفكرة حتى لو كانت داخل الفقرة آخر الفكرة التي تكون مفصولة عما يعني بعدها وأيضا النقطتان الرأسيتان يلحقان أفعال القول تأتي بعد أفعال القول مثل قال يقول تقولون إلى آخره وعلامة الاستفهام علامة الاستفهام تأتي للسؤال أو بعد السؤال وعلامة التعجب بعد التعجب أسلوب التعجب وما شابه ذلك في السؤال الأول هو يقول قال الشاعر لا خير في ود امرئ إلى آخره طبعا بعد أفعال القول تستخدم على يعني النقطتين تستخدم النقطتان الرئيسيتان وبالحوار الهادف نصل إلى غايتنا هدفنا يعني أوصلكم الله إلى أهدافكم وحققها لكم بالخير طبعا هنا في نهاية الجملة نضع نقطة لماذا؟ لأنها انتهت الفكرة ويعني لم يأتي بسؤال هل أنت متفائل في المثال الذي يليه هل أنت متفائل في حياتك طبعا علامة ماذا؟ على أحسنتم علامة استفهام أحسنتم المثال الذي يليه المرء بأصغري وطبعا نقطتان رأسيتان قلبه ولسانه طبعا الأصغران هما القلب واللسان هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني يقول وظف علامات الترقيم التي درستها في جمل من إنشائك سأتركه إلى تقديركم أنتم يعني لأنكم يعني أهل لذلك نأتي إلى السؤال الثالث السؤال الثالث ماذا يقول لنا السؤال الثالث أجب عما يأتي إجابة تامة ثم اكتبها في دفترك واضعا علامة الترقيم المناسبة أثناء إجابتك ألف أركان الإسلام خمسة عددة يعني يريد مني أن أعدد أركان خمسة الإسلام ثم بعد ذلك أقول في يعني في كتابة أو لا
الأولى كانت يقسم الفعل الصحيح ثلاثة أقسام عددها. أولاً طبعاً كما تعلمون الصحيح المهموز والصحيح المضاعف والصحيح السالم. لاحظ أن بين التقسيم دائماً نضع، بين الأقسام دائماً نضع فاصلة، وآخر التقسيم دائماً نضع نقطة، نضع نقطة. طيب المثال الذي يليه، طبعاً أركان الإسلام خمسة نذكرها: الشهادتان لاحظ فاصلة، ثم الصلاة فاصلة، الزكاة فاصلة، الصيام حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جعلكم الله وإيانا من الذين من زائري الحج ومن زائري بيت الله الحرام متعبدين فيه. المثال الذي يليه أين يقول السؤال، ما السؤال المناسب الذي تطرحه على زميلك إذا أردت معرفة مكان سكنه؟ يعني أنت بدك تسأل صاحبك أين تسكن أو عن مكان سكنه، ماذا تسأله؟ تقول أين تسكن، وهذا هذه علامة استفهام. بهذا نكون قد أنهينا يعني ما جئنا به، وأنهينا يعني أسئلة علامة التفهيم وأسئلة الفعل الصحيح والمعتل. مع خالص محبتي أدعو لكم بالتوفيق، أدعو لكم بالنجاح، أدعو لكم بالسداد في الرأي، يعني أدعو الله أن يوفقكم في دراستكم. أدرسوا جيدا، ننتظر منكم الكثير من يعني المزيد من العطاء. طبعا أنتم لهذا أصل وأهل لهذا، و أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا اشتقت لكم في حجرتي الصيفية لأكون بينكم. أدعو الله لكم السلامة ولأهلكم ولذويكم ولكل من تحبون ولكل من يحبكم. سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.